بسم الله الرحمن الرحيم. الصف السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم. اليوم درسنا عن الأحماض والقواعد. حتى نميز ما بين الحمض والقاعدة لازم نستخدم حاجتين، يمكن هما أقرب شيء لتوضيح معنى حمض ومعنى قاعدة. هذه ليمونة، ليمونة، وهذه صابونة، صابون، ليمونة وصابون. هذا الليمونة عبارة عن حمض، والصابونة عبارة عن القاعدة، والصابونة عبارة عن القاعدة. كيف أتعرف على شيء اسمه حامض وشيء اسمه قاعدة؟ يعني كيف نميز ما بين الحمض والقاعدة؟ حتى نميز ما بين الحمض والقاعدة، الحمض طعمه لاذع، طعمه لاذع، يعني لو قطعت قطعة من الليمون وتذوقتها بلاقي في نوع من الحموضة، يسموه الطعم اللاذع، الطعم الايه؟ اللاذع. أما بالنسبة للصابون هذا فطعمه مر، وأنا ما بنصح بعملية التذوق علشان أعرف إذا كان هذا مر ولا حلو، وأتعرف على أنه قاعدة ولا حمض. ولذلك الذوق الحمض لاذع، أما الصابون فطعمه مر، طعمه مر اللي هو بنسميه القاعدة. حتى نميز بطريقة علمية ما بين الحمض وما بين القاعدة لابد أن نستخدم أوراق تبع الشمس، أو ممكن أنت في البيت تجيب الملفوف، الملفوف، حبة الملفوف الصغيرة هذه تستخدموها للسلطة، وتنقعها في الماء لمدة 24 ساعة، تأخذ العصير بتاعها اللي هو اللي بطلع من صافي العصير، وتضيف شوية على في كاسة من هذه المادة وشوية في الكاسة الثانية، ونضع عصير الليمون على أحد الكاستين والصابون على الكاسة الثانية ونشوف اختلاف اللون. فنجد أنه مع ورقة تبع الشمس الحمض يحول ورقة تبع الشمس الزرقاء إلى اللون الأحمر، أما مع القاعدة فيحول ورقة تبع الشمس الحمراء إلى اللون الأزرق. إذن هنا يصير لون أحمر، هنا يصير لون أزرق. بالنسبة للتفاعل أو بالنسبة للحامض، هنا نجد أنه له صفة معينة، أنه يتفاعل الحامض مع القاعدة ويكون حاجة اسمها الملح والماء، وبنسمي هذه العملية عملية تعادل. عملية إيه؟ تعادل. الحمض مع القاعدة يعطينا ملح زائد ماء. مثال عليه، ممكن أستخدم حمض الكلور اللي هو HCl زائد هيدروكسيد الصوديوم اللي هو NaOH، ويدينا NaCl اللي هو ملح الطعام زائد H2O اللي هو الماء. إذن هنا عرفنا أنه في عندنا حاجة اسمها تفاعل تعادل. حتى كمان أميز ما بين الحمض والقاعدة، أميز من حيث الملمس. الملمس، ملمس القاعدة صابوني، ملمس القاعدة إيه؟ صابوني. هلأ نميز ما بينهم من ناحية علمية باستخدام الأس الهيدروجيني. الأس الهيدروجيني هي عبارة عن الفارق ما بين الهيدروجين وما بين الحمض وما بين القاعدة، اللي هي عبارة عن مسطرة محددة من الصفر إلى 14 ملونة بعدة ألوان. في الوسط اللي هو رقم 7 هذا التعادل، اللي هو بيكون زي المية مثلا، المية متعادلة، درجة البي اتش تبعها تساوي 7. اللي أقل من 7 بنسميه حامض، واللي أكثر من 7 لعند 14 بنسميه قاعدة. إذا كان البي اتش أقل من 7 فهو حامض، وإذا كان البي اتش أكبر من 7 فهو قاعدة. من أهم الأحماض الموجودة عندنا، أسهل إشي عليك حمض الليمون، حمض الليمون، هي ليمونة، حمض الليمون. وأسهل القواعد عليك اللي هو هيدروكسيد الصوديوم، هيدروكسيد الصوديوم. وضح الاختلاف ما بين الحمض والقاعدة؟ طيب واحنا بنتكلم بنقول انه حمض زائد قاعدة يعطينا ملح زائد ماء، اذا كمان من النواتج بطلع عنا ملح زائد ماء. لكن قبل ما ادخل على الملح لازم نشوف شو استخدامات الحمض وشو استخدامات القاعدة، يكفينا استخدام واحد لكل منهم. الحمض هذا بيستخدم في صناعة البطاريات، بيستخدم في صناعة البطاريات، يستخدم في صناعة البطاريات، وكمان بيهضم الطعام في المعدة، بيهضم الطعام في المعدة أو بيفتت الطعام. بالنسبة للقاعدة تستخدم في صناعة المنظفات،
صناعة المنظفات اللي الحين احنا في احتياج شديد إلى بسبب المرض الموجود. المنظفات زي الصابون هذه، الصابون الكلوركس، الحاجات هذه كلها، هذه بسموها قواعد، بسموها ايه؟ قواعد. وضح الحين؟ كمان الحمض ممكن استخدمه في صناعة البلاستيك، ممكن استخدمه في صناعة البلاستيك. هلا نيجي للملح، قلنا اثناء ما يتفاعل الحمض مع قاعدة يعطينا ملح زائد ماء. طب ملح الطعام ليش بيستخدمه؟ او الـ NaCl، الـ NaCl يستخدم كغذاء، يعني في الغذاء بيستخدم لإعطاء الطعام نكهة معينة، لإعطاء الطعام نكهة معينة. اما بالنسبة لبروميد الصوديوم فهو يستخدم في إظهار الأفلام، لما الواحد بيصور صور فوتوغرافية وبده يطلع الفيلم بده يظهره، بيسووا له تحميض، بنسموه احنا بنحمض الفيلم، حتى نحمض الفيلم يعني بنبعته على المصور، والمصور بيضيف عليه مادة بروميد الصوديوم أو بروميد الفضة، وبيعمل على إظهار الصور. ليش ما أقول بروميد الصوديوم؟ بروميد الفضة أفضل، لأنه بيطلع الصورة أكثر وضوحا، أكثر وضوحا. هذا بالنسبة لمادة الحمض والقاعدة والملح. طبعا أنا منزل لكم فيديو للحمض والقاعدة والأملاح، ومنزل تدريب واجب، كمان نزلت باوربوينت بالنسبة لدرس الحمض والقاعدة. الحصة القادمة إن شاء الله حيكون درس عن اللي هو خصائص العناصر أو خصائص العنصر، اللي حنتعرف فيه على الفلزات واللافلزات وأشباه الفلزات وكيف نميز بينها. شكراً.